طابت أوقاتكم من جديد في تغطيتنا المفتوحة والتي وصلنا فيها للحديث حول تصاعد إجراءات التضييق والاستهداف الإسرائيلي لفلسطيني الداخل والقدس المحتلة، وذلك في ظل معركة طوفان الأقصى واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ونعرض لكم أبرز التضييقات في هذا العرض التقديمي التي يتعرض لها الفلسطينيون في أراضي 48 المحتلة. نتابع. إذن طابت أوقاتكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من اللد مباشرة، الأستاذ المحامي والناشط السياسي والحقوقي الأستاذ خالد زبارقة. أستاذ خالد، مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المستمعين. إذن دعني أبدأ معك في توصيف لي حقيقة المشهد اليوم حول تصاعد، يعني دعنا نقول إجراءات التضييق والملاحقة الغير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية على الصعيدين الأمني والسياسي، والتي يعني تستهدف أبناء أو عرب 48 داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفضل. يعني هناك عدة مستويات في هذا الموضوع. المستوى الأول أن هناك مخططات إسرائيلية موجودة لاستهداف الوجود العربي الفلسطيني سواء في القدس المحتلة أو في الداخل الفلسطيني. الاستهداف يتعلق باستهداف البشر والرموز والطابع الديني والوطني لهذه المجموعة التي تسمى عربا أو فلسطينيا. نعم. وأيضا استهداف المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمخطط الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس عامة نشر منذ عدة سنوات وتم التداول فيه يعني بشكل علني وواضح. الجديد في هذا الموضوع أن هناك استغلال سيء للأحداث الجارية الآن في قطاع غزة من أجل محاولة تمرير مخططاتهم على هذه المستويات، سواء على مستوى المقدسات وتغيير هوية المسجد الأقصى المبارك بفعل القوة والشرطة والعسكر موجودين الآن بشكل دائم في المسجد الأقصى. نعم. أو المخططات التي تتعلق بالبشر والأرض والجغرافيا التي كانت في السابق يتم تنفيذها ولكن بوتيرة أقل، الآن يريدون أن يطبقوها وينفذوها بوتيرة أسرع. يعني أستاذ خالد، نحن نعلم بأن هناك 1,700,000 فلسطيني في أراضي 48 يتعرضون للتضييق وإجراءات تعسفية من قبل تاريخ 7 أكتوبر وبدء معركة طوفان الأقصى، ولكن هذا الأمر يبدو بأنه بات يعني في تصاعد بشكل ملحوظ ما بعد تاريخ 7 أكتوبر. إذا ما سألتك عن إذا ما كان لديكم توثيق حول أعداد من تعرضوا للمضايقات والملاحقات والاعتقال وأيضا العرض على التحقيق، وهناك حديث عن أنه بالعشرات تم فصلهم من العمل أيضا على خلفية تضامنهم مع غزة، فماذا تقول؟ ما هي المعطيات المتوفرة لديك وإذا ما كان هناك أرقام أيضا؟ نعم، يعني المعطيات المتوفرة فعلا هناك توثيق في عند جمعيات حقوق الإنسان التي تعنى بتوثيق كل هذه الانتهاكات، وهناك نستطيع أن نقول أن هناك المئات من الاعتقالات التي حدثت
في الآونة الأخيرة وخاصة بعد 7 أكتوبر الماضي، وللنشطاء العرب للشباب والصبايا والمؤثرين والبارزين والوجهاء اعتقالات على الكلمة، على المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أي تحرك وإن كان على المستوى البسيط للاحتجاج على العدوان على قطاع غزة. وأيضا هناك الآلاف من الحالات الموجودة التي تم تسريح الشباب أو الصبايا من أعمالهم، سواء من أعمالهم أو من جامعاتهم وكلياتهم بسبب حالة التضامن الطبيعية التي حدثت مع قطاع غزة ومع الحالة الإنسانية الموجودة الآن في قطاع غزة. ما نستطيع أن نقوله في هذا السياق أنه يتم الآن تطبيق نظام عسكري، نظام حكم عسكري على الداخل الفلسطيني وعلى مدينة القدس المحتلة غير معلن، ولكنه فعليا هو نظام حكم عسكري بكل ما تحمل كلمة هذه من المعنى. ولكن إذا أردت منك أن تصف لنا يعني واقع مدينة القدس في ظل هذا النظام، نظام الحكم العسكري، ونحن نعلم حجم التضييقات لربما التي يواجهها أهالي القدس منذ 135 يوما، كيف تبدو الأوضاع وما هو شكلها وشكل هذه التضييقات أيضا، إذا ما أردت أو أردنا أن تجملها لنا أستاذ خالد؟ يعني تحولت مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة إلى سكنة عسكرية كاملة. تم محاولة، يعني هناك سياسات لمحاولة تفريغ مدينة القدس من سكانها العرب الفلسطينيين، محاولة تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين ومن الوافدين ومن المرابطين فيه. التضييق ووضع التقييدات على حالة دخول المسلمين إلى الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، وأكبر دليل على ذلك هي الأعداد البسيطة التي تستطيع أن تدخل بعد أن تتعدى كل الحواجز التي وضعت يعني قبل دخول بوابات المسجد الأقصى المبارك، والأعداد هي قليلة جدا ولا تشكل يعني أي أعداد حقيقية للوافدين. ولذلك نحن وخاصة والجدل الحالي في الحكومة الإسرائيلية بخصوص وضع تقييدات على حرية الدخول المسلمين في شهر رمضان المبارك إلى المسجد الأقصى المبارك، هذا مؤشر خطير جدا ومؤشر يجب أن يقلق الجميع، وخاصة أننا نتحدث عن شهر يعني شهر عظيم وشهر مبارك وله رمزيته الدينية والوطنية في وجدان كل عربي وكل مسلم وكل فلسطيني. ولذلك في هناك محاولة لتغيير واقع المسجد الأقصى المبارك بحجة أو بذريعة الأحداث الأمنية الحاصلة الآن في المنطقة. ولكن من الناحية القانونية إذا ما أردنا أن نعرف كيف بإمكان الفلسطينيين أن يتعاملوا مع مثل هذه الانتهاكات وهذه التضييقات بحقهم، هل من سبيل من الناحية القانونية أستاذ؟ المشكلة في الناحية القانونية أن الحكم في هذا الموضوع هو جهاز القانوني الإسرائيلي، وهذه مشكلة ومعضلة حقيقية. ونحن لمسنا في بعد اندلاع العدوان على قطاع غزة، لمسنا أن هناك تغير في النظرة القانونية عند المحاكم الإسرائيلية، أصبحت أكثر تعسفا وتتخذ قرارات تعسفية غير مسنودة إلى أي بنود قانونية، ومحاولة التهرب من حماية الناس وحماية الحقوق، وخاصة عند الحديث عن الحقوق الأساسية للبشر. ولذلك هناك معضلة حقيقية، لأن الاحتكام إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي أصبح مشلولا بفعل عدة أسباب، منها حالة التطرف الموجود الآن في المجتمع الإسرائيلي، هذا الشلل أصبح وحول المحكمة إلى من جهاز قضائي يحمل حقوق ويصل إلى الحقيقة ويحاكم الناس بشكل موضوع ومحايد، إلى جهاز يحاول أن يتهرب من هذه الوظيفة الأساسية له، وأصبح أحد الأدوات، حقيقة أحد الأدوات
لتنفيذ الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية. في الختام يعني إزاء هذه الحالة اليوم بات كل شيء أمام حكومة بنيامين نتنياهو في ظل هذه الحرب، كل شيء متاح من أجل يعني تطبيقه والتعامل من خلاله على عرب أراضي 48. يعني حالة الصمت التي تسود اليوم العالم العربي والعالم الإسلامي وخاصة الصمت الرسمي من جهة، وحالة الدعم الرسمي من جهة أخرى لسياسات الحكومة المتطرفة الإسرائيلية هي التي جرأت نتنياهو وحكومته المتطرفة على الإقدام إلى مثل هذه السياسات ومحاولة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع. لكن نحن يعني نقول كما هي التجربة علمتنا في كثير من مثل هذه الأحداث أن هذه السياسات ستفشل، لأن سياسات الأبرتهايد والفصل العنصري والسياسات المتطرفة لم تنجح في أي مكان في العالم، في بطبيعة الحال هي لم تنجح أيضا هنا في بيت المقدس. الناشط السياسي والحقوقي الأستاذ المحامي خالد زبارقة كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اللد، شكرا جزيلا. إذن وبالحديث حول إجراءات التضييق والاستهداف الإسرائيلي لعرب الداخل المحتل أراضي عام 48 نأتي على نهاية هذه التغطية المفتوحة. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم بحفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم.